طب هنجمع كارتة الباور، هلاقي عندي هنا ضفرين المكان ده وضفر فوق، ابدا اثبت عليهم بالراحه كده، ثبت من تحت، اخرج السكوتات اللي الظهر وده ولا كده، انا ثبت الكارت. طيب ابدا بقى اشوف السكوتات بتاعتي راكبه فين. تمام، فاول حاجه هنا السكوت الصغير ده، بعد كده السكوت هنا، بعد ده هنا. تمام، الاقي بعد كده السكوت الكبير ده في المكان ده. تمام، طيب اتاكد الاول ان انا كده خلصت كل الاماكن الريبل بتاعتي. طيب بعد كده هجيب كارتة الكنترول، هبدا اثبتها في مكانها مره ثانيه، برضو هرفع الاجزاء دي كده. طبعا دي بالنسبه لي الاول لازم اظبط المجرى بتاع دخول الطيار. ارفع السكوت برضو من هنا كده. وابدا اشوف بعد كده ايه اللي هيركب معايا هنا في السكوتات في المكان ده، الاقي ان اول حاجه كده، بعد كده هيركب. طبعا حتى ادخل كل حاجه في المجرى قدر الامكان. بعد كده امشي بالكابل معايا كده، تمام، بلاقي ان هنا اول حاجه بتقابلني كده ولا العكس، هنشوف. دي هتبقى مكانها هنا بالظبط كده، والاصغر بقى ديت اللي هتبقى مكان. طبعا لو انا اول مره بفك الكارته فلازم يكون معايا صوره عشان ما تهوش من اماكن السكتات. طيب بعد كده فاضل معايا سكت اتنين، سكتين، واحد هيبقى في المكان ده واحد تاني هيبقى في المكان ده، وابدا اقفل اماكن الكابلات. فاضل معايا سكت واحد اللي هو بيركب فيه، يا ترى هيركب هنا؟ لا، مكانه مش هنا، مكانه في المكان ده. بكده اكون قفلت اماكن الكارته بتاعتي. فاضل بعد كده الكفر، طبعا هتيجي هتلاحظ ان دول فاضيين، دول معايا في الموديل ده، السكتين دول فاضيين عشان محدش يتلخبط في تركيبه. بعد كده بلاقي معايا الكفر الخارجي، ببدا اعلقه في الكلبسات بتاعته. طبعا قبل ما اقفل بتاكد الاول ان مكان الكابل ده راكب مكانه. النظر ده كده، بعدين ابدا احط الكفر كده عشان الكلبسات دول مكان الكلبسات. بعد كده ابدا اربط المسامير بتاعتي. طبعا عندي اطول مسمار بيبقى ده، اطول مسمار هيبقى في الجزء ده. عندي هنا في كمان مسمار تمام، فاضل مسمار واحد، مسمار واحد هيبقى هنا، مسمار واحد هيبقى في المكان. يبقى انا كده يبقى جمعت الكارته.